guys, hi, welcome back to my channel, new video. Hi. انا اليوم ناشا وقررت اني اصور لكم فلوج بدون اي استثناءات حرفيا. فاليوم عندكم فلوج يوم في حياتي، ياي، يوم بين قوسين شتوي، لان حرفيا اليوم الجو مغيم. بس انا ناشا متاخر الصراحه وطافني، والحين فترة الليل، فبحاول اني اصور لكم الاجواء اللي بنسويها، مو الاجواء اللي بنسويها، يعني بنطلع نشرب ماتشا، بنسوي هذا بنسوي هذاك، فباخذكم معاي في الفلوج. يس، الحين عندنا فقرة ميك اب وسوالف، لان لازم اتجهز حق اليوم، واوريدي مسوية شعري، مع انه احس ان الجو مغيم بس ما شيء مطر، شعري ما بيخترب. فسويت شعري واستعدادا للويكند، بعد سويت شعري لانه باكر جمعه، اليوم خميس، ف ويكند تايم. anyways guys، طب شايفي هالفتره وجهي وجسمي وشعري وكل شيء صاير ناشف بشكل فظيع، تعرفوا مع تغيير الجو. انا من النوع guys اللي اطرافي تبرد بشكل فظيع، يعني انا حرفيا طول الوقت بردانه، مع ان الجو مو متغير خاص، درجه الحراره سالب 10، لا يعني اكيد في العشرينات، مستحيل ان هذا. رغم هذا انا ميتة من البرد، انتوا متخيلين؟ ميك اب طبعا هالاسبوع ما حطيت وايد ميك اب، احس ان الحين انا متحمسه اني احط ميك اب. امس حطيت لان كان عندي فوتوشوت، اليوم اجين ميك اب. احس جايز احيانا احسني مليت من الميك اب اللي احطه، مع انه خلاص يعني هو الميك اب البيسك الاساسي اللي يناسبني، بس احس انه خلاص يعني دخلنا الشتاء، لازم ما اعرف، ابي خطوات جديده، ابي اسوي شيء جديد. فاذا عندكم اي اقتراحات اجربها او اسويها او ازيدها في الميك اب اكتبوا لي تحت. اليوم يوم مطر، بعد نفس الوقت عندنا اليوم يوم الترتيب في البيت، فالحين تسمعون اصوات، لان حرفيا كل حد قاعد يرتب. احس احنا كل يوم عندنا يوم ترتيب، لا مو كل يوم بس مرتين في الاسبوع تقريبا، يعني انا شخصيا لازم مرتين في الاسبوع اقعد ارتب كل هذا. طبعا للحين ما خلصت ترتيب الغرفه، لان مو ترتيب، اقصد للحين ما خلصت تاثيث الغرفه، لان الاغراض اللي طلبتها للحين ما وصلت. sad I know، وايد sad، لاني احس شيء ابي خلاص ابي الغرفه تكون جاهزه ومكتمله وحلوه. بس احس من اول ما انتقلنا اكتشفت ان انا ما احب الديكور وايد، يعني انا مو جوي اروح محلات الديكور واختار واجرب. اوكي هو احيانا فن الصراحه، خاصه لما تطلبين اونلاين، بس انا اذا رحت المحلات ما اعرف تجيني الحاله انه يصير فيني انه لا ما ابي، او احتار او ما اعرف شو ابي. يعني في الف نوع وستايل والف شيء تقدرين تشترينه، بس ما اعرف كيف اشرح لكم، بس يعني احسي ما امشي على ذوق واحد، فهمتوا؟ ما اعرف جايز اذا انتو نفسي ولا لا، بس انا من النوع اللي اذا طلعنا طلعه كبيره فيها جروب اشخاص، مثلا اذا كنا اكثر عن شخصين او اكثر عن 3 اشخاص، ما ادري ليش احس نفسي دائما الطرف الثالث وما اقدر اندمج. قاعده اسوي حواجبي وفاز الامان، ضاع مني الامان وفي عز الامان. جايز علي اقول لكم شيء، احسني هالفتره احس انا كل شتاء، اول ما ادخل الشتاء يصير فيني احب الشتاء وايد، بس بنفس الوقت احس انه ما احب الشتاء، يعني ما اعرف ليش احس ذكريات الشتاء اللي طافت ترجع لي حرفيا. ما اعرف ليش مشاعر في الشتاء تكون وايد عميقه، يعني اوكي يعني ما بكذب عليكم طول السنه تكون مشاعري عميقه، بس اتكلم في الشتاء احس انه وايد اصير حساسه، وايد اصير اتاثر من كل شيء، اذا حد قال لي كلمه اتاثر، عرفتوا؟ ف يعني اصير اوفر حساسه يعني حرفيا. احسني جايز شيء ثاني حرفيا، ابي اكل واحد، يعني 24 ساعه قاعده اكل، يعني انتم ما تصدقون
وكله ابي اكل اشياء حاره، نفس اندومي شوربه، يعني يومين يومين اكل اندومي. انا عارفه ان الاندومي مو هيلثي يعني مضر، بس ما اقدر اتحكم في نفسي لانه هو يعطيني فايبس انه سوب، عرفتوا؟ فيعني ابي اكل حار نفس ما قلت لكم قبل، لان انا من النوع اللي وايد ابرد. ف صايره حرفيا اتعشى مرتين او اكثر، حتى احيانا ثلاث مرات، وبينهم في سناكس حرفيا بالعافيه علي طبعا، بس انا اللي اتكلم عنه صايره بس اكل وكله ابي انام، حتى صايره انام بالساعات. يعني يا شوفوا انا يا انام انام انام، يا فجاه انام بس خمس ساعات بس. يعني في الشتاء صايره انه اوكي خلاص طول الوقت نعسانه، وطول الوقت فيني رقاد، ويصير فيني خلاص بنام الحين واقوم متاخر، وبنفس الوقت شي ابي اتدفى، ابي البس اشياء كوزي. ما كنت اسوي ستايلات، ما كنت البس اشياء شي كشخه وايد، صايره انا كلها ابي البس هوديز او ابي البس اشياء ثقيله او ابي اتلحف وما اطلع من البيت. الحركه يعني من ناحيه جسديه اللي اتكلم عنها، انا ما احس اني ابي اتحرك، ما احس اني ابي اطلع، ما احس اني ابي اروح اسوي شيء، لا بس ابي انسدح واكل واتابع مسلسلات. مسلسلات حس في فتره اوكي خلاص دائما اتابع مسلسلات، بس الحين صايره انا بس ابي انسدح واتابع مسلسل واكل وبعدها انام حرفيا. واحس ان هالشيء حلو صراحه، ما بكذب عليكم يعني مستانسه عليه، لان مش فيها لو الانسان احيانا بيكون تشيلينج مرتاح منسدح مستانس، بس انه قام ياثر فيني من ناحيه انه خلاص ما لي خلق اقوم اصور، ما لي خلق اسوي هذا، ما لي خلق اسوي هذاك. يعني احس يصير فيني احيانا انه ما ابي اصور فلوجات، ما ابي يعني بس ابي انسدح. يعني اذا انسدح طول يعني اذا انسدح طول اليوم شو بصور لكم في الفلوج؟ ما بيكون في محتوى، عرفتوا؟ من هالناحيه ياثر علي. من ناحيه اذا مثلا عندي شغل لازم اروح اطلع فلوس، لازم اروح اصور، لازم اروح اعلن، يعني قاعده اعيش هالفتره، قاعده احاول كثر ما اقدر اني اعيش الاثنين، اعيش فايبس انه اتابع مسلسل وانسدح واكل، بس بنفس الوقت ما انسى اسوي شغلي وما انسى اسوي المسؤوليات والاشياء المهمه اللي علي. فقاعده احاول اني اوازن بين الاثنين، احاول. هاي يوتيوب، تعالي. هاي. يعني حسيت الوانه كيوت تعرفين الصراحه كنت وايد محتاره هالفتره، ما اعرف شو اشتري، يعني احسني محتاره في كل شيء، حتى كنت قاعده اقول لهم انا في الديكور وايد محتاره، ما اعرف اي شو اسوي، فصار فيني انه خلاص اشتري هذا. خلاص دائما كنت اقول بحصل شيء احلى بحصل شيء احلى، بس احس ما بحصل، بالعكس احس وايد معطي حياه. على فكره حق غرفتك وايد حلو، وللحين ما كملت. دخول مفاجئ من مريم، بس يس ما ابي اقعد في البيت صراحة. انا بخاطر اني اقعد في البيت وما اسوي شيء وانسدح، بس اذا سويت هالشيء احس بكتئب، احس انه بدخل في عالم الاكتئاب الشتوي. ابي احسسكم بهذا الفلوج انكم تطلعون معاي طلعة كيوت، بنستانس كلنا مع بعض، يعني هذا اللي بحسسكم اياه في هالفلوج. وبعد ما ادري ليش بقول هالكلام، بس ادري ان هالفترة صعبة حق بعض الناس، لأن أمس نزلت فيديو في تيك توك وكنت أتكلم إنه عن الشتاء وهذا. لا تنسوا تضيفوني في تيك توك أنستا، لأني أنزل لكم فيديوهات كل يوم. المهم نزلت فيديو كنت كاتبة عنه عن الشتاء، فشفت وايد في التعليقات إن الناس مكتئبين ويسمونه اكتئاب موسمي أو اكتئاب شتوي. يعني وايد شفت ناس كاتبين إنهم يعني متأثرين، وإن الشتاء من المشاعر والذكريات قاعد ترجع لهم كل هذا. فحق اي احد قاعد يمر هالفتره باشياء وايد صعبه، وقاعد يمر في بروسس صعب، او قاعد يحس بمشاعر سلبيه، او قاعد يحس ان الدنيا مو بخير، او قاعد يحس انه ما في حد معاه، ما في حد يحبه، ما حد يحترمه، ما حد يقدره، ابي اقول لكم ان انتم وايد محبوبين، انتم وايد اقوياء، انتم وايد حلوين، انتم وايد تستحقون الافضل. هالاشخاص او هالذكريات اللي قاعده تألمكم هالفتره، تذكروا انها ذكريات لحظيه، وهالاشخاص اللي طلعوا من حياتكم هالفتره، او الاشخاص اللي قاعدين تشتاقون لهم هالفتره، هم اشخاص المفروض انه كانوا يطلعون من حياتكم. فاتمنى ان كل شيء قاعد تحسون فيه يروح، وان كل شيء في الدنيا يصير بخير، وان فجاه تقومون من النوم وتحسون ان الدنيا بخير والحياه حلوه وكل شيء ايجابي، كل شيء قاعدين
تحلمون ان توصلون له توصلون له بكل سهوله بكل هدوء بدون اي تعب، وتحصلون الناس اللي صدق يحبونكم واللي صدق يقدرونكم واللي صدق يحترمونكم. اتمنى من كل قلبي ان كل وحده فيكم قاعده تمر بشيء صعب تقدر نفسها وتعرف قيمه نفسها وتعرف ايش كثر هي ناجحه ايش كثر هي حلوه. وبس انتوا مو بروحكم، لان في وايد ناس في هالفتره يحسون بهالشعور. اهم شيء تعرفونه ان في وايد ناس نفسكم بهالفتره قاعدين يعانون بنفس الشيء، لان صراحه امس انصدمت من التعليقات اكتشفت ان في وايد ناس قاعد يمرون بهالشيء، ف كلنا مع بعض بهالشيء. وانا ناويه اني وايد انزل لكم فلوجات هالفتره، فاعطوني بوش واعطوني دعم عشان حرفيا انزل لكم فلوجات واحاول اسوي لكم اجواء، يعني بسوي لكم اجواء واعيشكم معاي. فيس طبعا انا المفروض ان الميك اب يكون سريع، بس احس اني وايد طولت الموضوع. يا اخي انا من النوع على فكره اللي احيانا وايد اسولف وايد وايد ما اقدر اسكت، واحيانا انا هاديه ومالي خلق اسولف، فاحس ان عندي مليون شخصيه حرفيا. يعني معلومه مو وايد جديده عني، يعني اعتقد اني قلت لكم هالمعلومه عني قبل، بس يعني احس اني رجعت هالفتره، يعني احس هالايام فجأة قبل امس كنت هادية ومالي خلق حد، فجأة امس واليوم فجأة احس اني فيني طاقة وابي اطلع. احس من اول ما داخلين الشتاء وايد بخاطري انه يكون عندي ربع، يعني يكون عندي ربع وايد ربع، يعني انه كل يوم اطلع مع حد. الشتاء وناسه وايد في بلانز حق الطلعات، بس يباله ناس، يعني يباله ناس انه يطلعون يسوون جو يحبون هذا يحبون هذاك، يعني عرفتوا كلنا نلبس هوديز نطلع. ابي ربع. كيف الناس في هالزمن يسوون صداقات ويتعرفون على ناس؟ هل هو بستايل انه تروحين، اتذكر يعني لما كنت صغيره او ايام المدارس كنتي تروحين عند حد خاص تقعدين عنده تسولفين او هلا ممكن نتعرف، بس الحين الوضع وايد متغير، يعني الوضع مو بصاير انه احس ما اعرف، يعني احس غريب انه تروحين عند حد ولا ممكن نتعرف. بتصل في اختي جواهر بشوف شو تسوي وينها، لان احس جواهر هي اكثر وحده ما تطلع في فلوقاتي. هاي وينك؟ وايد زحمة. إيه. ناكل ناخذ لفة، عرفتي؟ مكان زحمة كل مكان تارا. هذا الليب اويل او ماي جاد. شو رايكم في اللون؟ احسن دائما احط بني بس هذا كيوت. ياي. اي لاف ات. اوكي جايز انا خلصت الفول ميك اب والحين وقت اني ما ببرد الملابس. احس مريم قاعد تقولي اني ركبت الاباجوره. خيال. اشترينا اباجوره جديده حق الصاله، خلوني اراويكم. طبعا ما عليكم الوضع هناك، بس او ماي جاد خيال. زين ليش ما نجرب نحطها هناك الحين؟ لازم نحطها هناك، في مكان هني غلط. زين ايش رايك يعني ندزها نحطها هناك؟ يا ماما ثقيله تعرفين؟ السون بنخلص الصاله وبنرتبها، وانا ياس اقول ان نحط لوحه هناك. احس شي بيكون كيوت لان الحين ما في شيء ولا شيء. انا مع فكره اللوحه بصراحه، بس لوحه حلوه. المرايه الجديده شوفوا كيف كيوت. غيرنا الاولى لان ما حبيناها وايد، حطينا هذه، شوفوا كيف نجنن الحين. جايز هذه هي المرايه الثانيه، الاولى اقصد اللي كنا حاطينها قبل. هي كيوت بس خليناها الحين في هالغرفه، يعني انه كيوت. لا 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 شو الفيلم؟ خلونا جايز نفتح درج الاندومي. اليوم ما اعرف شو اختار اطبخ. عندنا هذا نكهه الليمون، بس هذا وايد سبايسي، ولا اصلا هذا اللي نص سبايسي، يعني مو اوفر سبايسي. احس هذا بدون اي تفكير اصلا. من البدايه كنت ناوي اختار هذا، بس ما اعرف ليش اسوي جو. بعد ملفوف، كل انواع الجزر ملفوف. بيرفكت. يبي خبز. قاعد اطبخ لكم حرفيا. السالفه يعني مو اوفر طويله، بس بقول لكم سالفه. انت ما تبين اندومي صح؟ النودلز. لا لا. اوكي انا بسوي نودلز، ابي اسوي لنا تونه، فناكل تونه ونودلز، بس مو يعني مو مع بعض، بس انا يعني نودلز تايم. I'm so excited guys اني اكل نودلز، لانه صار لي اسبوع مو ماكله. مو اندومي، نودلز.
وبعد ابي اسوي تونه، فنحتاج الحين بعض المكونات للتونه. طبعا انا يعني احمر التونه وناكلها مع خبز، هذه كانت اكلتنا المفضله لما كنا صغار وللحين ناكلها حرفيا. هي اعتقد اكله معروفه، تونه محمره يعني. زيت، تحسون شيء اوكي جايز؟ معنا ما بتشوفوني وانا اطبخ، بس هذا احسن مكان. يس حلو. المهم خلوني اقول لكم السالفه اللي صارت معانا في السياره اللي خلتنا ما نقدر نطلع. تخيلوا جايز، امس انا ومريم كنا مقررين نروح نشرب ماتشا ونطلع ناخذ لفه في السياره، ونحن صار لنا حرفيا يومين السياره قاعده تعطينا اشاره انه ما في بترول، يعني خاص يعني انه ما فيها بترول السياره، لانه صار لنا اسبوع نسوق فيها والبترول خلص. طبعا انا ومريم ما انتبهنا، نسينا انه نروح نعبي، لانه يعني انا اكثر انسانه انسى اروح اعبي السياره بترول، يعني وايد انسى وايد. نسينا ومريم بعد نسيت. فشو صار فينا امس لما اول ما كنا بنطلع من الشقه، يعني من باركنا امس، اول ما كنا بنطلع من باركنات الشقه، تخيلوا جايز السياره. طبعا انا كنت قاعد اسوق، مريم ابدا ما تسوق على فكره، انا سواقه مريم، مريم ابدا ما تحب السواقه، وانا انسانه اعشق اني اسوق اروح واسوي، يعني ما احب شيء لازم اسوق. فلما كنا قاعدين نسوق تخيلوا فجاه، يعني خلاص انا كنت في الباركنات ابي اطلع، الحمد لله ان السياره ما تسكرت علينا في الشارع. تخيلوا في نص الباركينج وانا اطلع حسيت ان السياره ما قاعده تتحرك، يعني قاعده احاول احركها وهذا خلاص، يعني السياره بدات توقف. فحرفيا السياره تسكرت علي نص الباركنات. الحمد لله السكيورتي كان موجود هناك وساعدنا وكل هذا، وقال لنا انه هو بيهتم في الموضوع، قال لنا انتوا روحوا ونحن من الفندق بنروح نجيب مساعده ونعبي لكم السياره وخلاص بتواصل معاك بتصل فيك، لان اوريدي يعني الشقه عندهم رقمي يعني. فقلت له اوكي خلاص، يعني انا حرفيا وعندنا سياره اختي يسرى ويانا، اوريدي كانت يسرى موجوده في الشقه معانا هالفتره، فالسياره الثانيه موجوده. وقلنا بسياره يسرى بنروح نكمل نشرب الماتشا وخلاص، يعني ما بنخلي الموضوع هذا يخرب علينا. والريال السكيورتي قال لنا بيساعدنا وكل هذا، احنا شربنا الماتشا ورجعنا. طبعا انا عبالي ان انا ومريم حرفيا كيف اغبيه، يعني انا وهي مرحله الغباء اللي نحن فينا، انا نسينا نسالهم ايش صار على السياره، نسينا نسالهم هل عبيت السياره، ايش صار، فركنتوها، ايش صار، يعني خلاص ونسينا. انا ما ادري كيف الشخص مهما كنتي واثقه بحد كيف تنسين تسالين عن سيارتك وانتي ما عطيتينا مفتاح السياره. طبعا جايز ليزا تتمرون علي، ادري ان شيء سويناه وايد غلط. هنا انا رحت كلمتهم، اول ما كلمتهم قالوا ان مدام السياره ما سوينا، يعني ما عبيناها بترول وما قدرنا، يعني ما كان في حد انه يعبيها. انا صار فيني ان طبعا سويت عمل معصبه، انا قلت لهم زين ليش ما خبرتوني، يعني المفروض اوكي حتى لو انا ناسيه، لو انا انسانه غبيه، المفروض انك انت تذكرني لان انت عندك مسؤوليه، صح ولا لا؟ قال لي سوري مدام ما قدرنا وهذا. قلت له اوكي خلاص، يعني شو اسوي يعني، اوكي ميون يعبون لكم، هذه هي شركه كفو. فاتصلنا فيهم والحين مريم نزلت لهم، راح تشوف شو الوضع. وقصه يعني خربت علينا اليوم امس واليوم، يعني كيف الانسان اولا ينسى يعبي وثانيا ما اعرف. يعني القصه هي تضحك على غبيه، بس الحمد لله ما صار شيء اوفر. فخلاص يعني انا ومريم قررنا ان نقعد في الشقه. هذا النودلز، هذه التونه هني. حلو والله العظيم، واو كذابه والله. ياي 10 من 10 ومليون من 10 خيال. يس والنودلز مالي جهز. نتابع مسلسل بلاك ميرور، ناكل انا ومريم. طبعاً جايز الحين بنطلع من الشقة، بس لبست ماي كروكس، أحس إني بوريكم ماي ستايل جايز. فا خلينا نشوف كيف ستايلي. هاي جايز، توني وصلت الجمعية، نسيت أصور لكم لأن نسيت، بس رحت شربت ماتشا والحين جينا الجمعية. طبعا ما اعرف شو ابي من الجمعيه، بس احنا بنسوي شوبينج بشكل عام، فقلت ليش ما اخذكم معي جوله في الجمعيه. ما اصدق ان هاي طلعتي اليوم يوم الخميس، والشباب اللي بعمري والبنات كل حد طالع الا انا.
لأني قاعدة أدور في الجمعية كأني عيوز. والله كأني عيوز جايز. المهم not so far cute. نشوفه هني ياي. على فكره جايز من وانا صغيره دائما لما اجي جمعيه احب هالسكشن وايد. او كيوت كل شيء. احس اشتقت اني الون. قبل كنت مهووسه بالتلوين. لا لاني عيوز ما عندي بلان. هالجمعيه تذكرني في الماضي، يعني مو الماضي، يعني حسيت اني عيوز. عمري 22 سنه جايز. ايام المدرسة هذا الملف حرفيا كان عند كل بنات الصف، يعني هالملف كان خاص بيسك معروف عنا، بس توني اكتشفنا في منه لون اخضر يجنن. انا دائما كان عندي الاحمر، بس الاخضر في حياتي ما كان عندي. جمعية ما في حد، حرفيا الجمعية فاضية. العاو الله، احب اقلام الرصاص وايد. جوي تحفون جايز، انا كنت احب العب شو اسمه صلصال، ما ادري، بس احب العب هذا الطين اللي تشك تشك تشك. مساحة يكون هالمساحة تمسح الصبورة. ليكرز مفسخين هالمسكينة. شوي تحت اسحم الحين ماسك الكاميرا كل حلقة يطالعني. فوبيا. ابا اسوي يا تشالنج 10 ثواني. اوكي اي شيء تبين تاخذيه من هذا من هني انا بدفعه. 10 ثواني اي شيء قدرت تشيلينه من على الارفف. وين تبين؟ اذا ما تبين هني ما افهم. زين شوفوا جايز، ما تبي تاخذ شيء من هالسكشن لانه ملل. ما اعرف انت اختاري سكشن. تري تعال اي سكشن تحسين تبين تستفيدي منه. اوكي خلاص خليه 10، احس كل تشالنج اكثر احلى. هي هي 10. اوكي 10 10 لان تركضين. مني يا رشيق ربما ليش الكاميرا تتوسخ اليوم؟ ما بشتري بيبسي جايز. عندنا الحين حرفيا شوفوا 10 ثواني. بس ليش شو وقفه؟ ابدا عشان اركض. يلا 1 2 3. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. ستوب ستوب. شوفي ايش كثر خذتي وايد ترى. تحسي وايد؟ يعني اوكي يعني. اوي وناسه. ايش رايك؟ كنت بالطحين. كنت جاية هالصوب. ايش رايك في التحدي بس؟ وايد وناسه وايد. انت حابة لا لا ما يصير شيء ما بدفع. الله يخليك ما بدفع عليه رد شيء. بس خذتي اوكي. ايه احتاجهم بعد. اوكي. بيرفكت. هذا بفلوسك طبعا. هي هذا طبعا. جايز كذبت عليها، هي بتدفع كل شيء. جايز طبعا احنا تقريبا خلصنا وحصلت هذا الورق عنب يبيعونه في الجمعيه، وقلت ليش ما اجربه معاكم. مع انه الصراحه يعني شكله وايد ما شهي، بس يلا بجربه معاكم. بس طبعا مو الحين بجربه، لما ارجع البيت يعني اكيد مو الحين. ويت فور ات. شكلك انت خلاص يعني متعود انه خلاص انه خلينا نكمل حياتنا. جايز الحين جايز الحين انا مريم بجرب معاكم الورق عنب اللي ابدا ما يشهي. تبين صدق انا خاطري فيه، يعني انا خاطري فيه بس احس ما بيطلع حلو. انا خاطف هالزيتون هذا. لازم تجربين الورق عنب مو الزيتون. اوكي يلا حب نجرب. جايز نجرب الورق عنب. بسم الله. غير منكه؟ لا في نكهه بس نكهه لا مو بلذيذ ابدا. 0 من 10. 2 من 10. 2 0 سالب 5. 2 من 10. كل شيء معقول الزمان ربما مليت مني يا رشيد حصلت لك غيري عشيق. خلص الفلوج. اتمنى انكم استانستوا معاي في هذا الفلوج وتعرفتوا علي اكثر، وحسيتوا صدق انكم معاي وطالعين وضحكتوا واستانستوا. ما اعرف عطيتكم اي شعور ايجابي، يعني اتمنى اني عطيتكم اي شعور ايجابي. واحبكم وايد. لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، اضيفوني في حساباتي في السوشيال ميديا. احبكم وايد وايد وايد. اشوفكم في الفلوج اللي بعده. اوعدكم ان الفلوجات الجايه بتكون حلوه 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 احلى واحلى احلى. Anyways guys, see you in the next vlog. Have a good one. Bye.
باي.